احنا مقرقانين صرنا هلا مطوفين صرنا 4-5 ايام، لا عم نقدر لا عم نفوت ولا عم نطلع. وطلعنا والله طالعونا في المراكب لحتى طالعونا لبرا النهر ومهجرين، وطلاب مدارس عم نقدر نبعث طلاب مدارس من اسباب النهر العاصي. استمرار هطول الأمطار لفترة أسبوعين أدى إلى ارتفاع منسوب نهر العاصي مرتين على التوالي، هاي المرة الثانية أدت الغمار غمر البساتين وإتلاف بعض المحصولات البسيطة. إن استمر الفيضان أكثر من هيك الأشجار المثمرة راح تتأثر بهالفيضانات. روح روح.